عارف احنا هنتواصل بالتأكيد يا أحمد، وعندنا تقرير وهنمشي بجدارف. لا متابع. الإبداع فطرة، هذه حقيقة تعضدها الوقائع. هنا في الجدارف وفي الصوف الأزرق تلك البقعة الطاهرة التي اختصها الله بحفظ كتابه العزيز، يجسد عبد العظيم سعيد البدوي حقيقة الإبداع الفطري الممزوج بالموهبة وحب التصوير الفوتوغرافي. ساعده في ذلك الطبيعة الساحرة للجدارف هبة الخريف، وهو يوثق بالكاميرا لأجمل المشاهد بل أندرها. بديت هاوي ولسه هاوي، فيعني ممكن عمر طويل من 2014 لهسه 5 سنين بصور، لكن بصور دائما كده يعني في اوكات الفراغ والاوكات اللي بكون حابب اصور فيها انا. فانا بديت هوايه مستمتع بيه كهوايه، وممكن من الاسباب الاساسيه انه انا يعني حبيت التصوير او اندمجت في عالم سريع الطبيعه اللي كنا بنصور فيها هسه دي. ممكن انا محظوظ كضيف اكثر من المشاهدين اللي قدرت اسرق لي مجموعه من الصور. فالسبب الاساسي لانه انا اصور نوع من القضارف، وانه طبيعه القضارف دي والخريف ده ممكن من زمان بكون حاسس انه يا اخي السودان ده كله والخرطوم وباقي البلاد ما عارف انه عندنا الجو ده في القضارف، ما عارف انه عندنا الطبيعه دي. فكان دافع لي لانه يا اخي انا احاول اصور واشرك الناس. والجو الخريفي الماطر كسى القضارف خضرة ونضار، وأوحت تلكم الجبال التي تحيط بالمدينة إحاطة المعصم بسوار لهذا المبدع بكل ما هو جميل. فخطاه المبدعة ساقته إلى هذه الربوة التي يعتبر بأن أجمل لقطاته كانت هنا. أجمل صورة أو أكثر صورة أنا عرفت الناس بي وشهرتني صورة أخذتها من هنا، إنه للحقول الممتدة دي والطريق النازل من الجبل بتاع بايو ده. فدي عموما من الحتات الدسمة شديد ومليانة صور وطبيعة وعلى امتداد الطريق الغاري، فالواحد بيستمتع جدا. يعني ما موضوع تصوير بس، لو انت زحجان لو انت متنشن عندك مواضيع زاحمة راسك تجي هنا، هي الطبيعة دي والهواء الجميل ده وعبد العظيم هاوي لم يطرق ضروب الاحتراف، لكنه صقل الموهبة من خلال مجموعات مهتمة بالشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أول ما بديت أنشر بتعرفت على شباب كده، ودي المساحة والفترة اللي أنا ذاتي بفخر بيا، وبحس إنه تكون جرتني شوية من الهواية، لأنه أنا التصوير ده كنت أديته مساحة أكبر. ففي الجروب ده في الحقيقة يعني زول اتصقلت تجاربه وكده بقى ينمي الموهبة بتاعته. بقينا نعمل ورش، بقينا نعمل مسابقات. ويفتخر عبد العظيم بأنه مصور شارع يوثق للوقائع حال حدوثها، ويروي أنه وأثناء قيادته السيارة يلتقط من الصور ما لا يتوفر في أوضاع أخرى. طبعا دي فرصة إنه زول يعترف اعتراف صغير كده للمتزوغين وللزملاء، إنه أنا أغلب الصور في الحقيقة بأخذها كده خلصة وأنا بكون زايق. فيعني بالنسبة للمصورين انه انت ما اديت الصورة حقها، المفروض تتقيف ومفروض تعاين الفيو والكادر حتى تاخذ اللقطة. لكن يعني نفسي بينطبق على الكلام بتاع الزوايا من فوق، انه دي انسب فرص لانه تاخذ صور خلصة الناس في الشارع، وانا اصلا مصور شارع. وعبد العظيم الذي عشق التصوير يختار دائما الاماكن العالية لأنها توفر كما يقول زوايا لا تتوافر من أماكن أخرى. مرات بكون داير أعمل ميكس كده بين المطر والمدينة. يعني أنا في الأساس نسيت أعرف باقي التعريف في التصوير إنه أنا مصور شارع أو مصور حياة الشارع أو ستريت فوتوغرافي. فدائما بحاول إنه لما أجي أصور في المدينة أدمج بين الأمطار والمارة في الشوارع، فبحس إنه أفضل الزوايا انه من اعلى، او حتى بقيت انا مشهور بين زملائي بالتصوير من زوايا الفوق. يعني ممكن في 3 4 بنايات في القضارف ديل حافظني كله خريف ولا كله معايه. قصه الابداع هذه لها فصول وفصول، لكن يبقى عبد العظيم البدوي مثالا حيا لمبدع عشق الطبيعه من خلال العدسه فبدلته الود بالحب.
محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف.